وفوا اوتو مناسين. صباح الخير او صباح او مساء الخير على كل المستمعين لقناة رعب في شقتك. طبعا ده فيديو جديد، وانا بعتذر لكل الناس اللي انا غايب طول الفترة ديت، بس باذن الله هنرجع وبشكل جديد وبشكل مختلف. عامه الفيديو دوت مش حاجة التوب قوي ان هي هتبقى حاجة جبارة، لا احنا هنبدأ بحاجة خفيفة جدا عشان اللي جاي هيبقى حاجات تقيلة وجدا، بس هو ده حاجة بحب اللي انا احمسكم بيها، واللي احنا هنرجع بشكل مختلف، واللي احنا هنتكلم عن شوية حاجات مش في مصر بس، لا ده انا هنتكلم عن بعض الدول الاخرى في الوطن العربي، وهنتكلم عن دول الغرب قريب بإذن الله في فيديوهات جديدة. طبعا احب احمسكم شوية، اللي احنا هنتكلم النهاردة عن أساطير أمزاغية. إيه الأساطير الأمزاغية ديت؟ ديت أساطير في دولة المغرب، هنتكلم عنها شوية لكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وعامة هنتكلم عن بعض الهدرة كتير في الأساطير ديت، وعامة بعض الأساطير والخرافات تعتبر وسيلة اللي بيلجأ لها الإنسان منذ القدم عشان يفسر كتير من الأشياء اللي ممكن بعض الناس عجزت عن تفسيرها، وخاصة أمام قوى الطبيعة. بجانب كمان اللي احنا ضفنا على الأساطير ديت تفاصيل كتير جدا على مر الزمن، حيث ان هي انتشرت على كل بقاع العالم وجميع الدول، مع ان الانسان يعني عقله زي ما بنقول مش اللي واصل للحاجة الكبيرة جدا ان هو يفسر كل حاجة، لان صعب جدا ان انت تفسر كل حاجة، تفسيري غير تفسيره غير تفسير فلان وفلان وفلان. ففي العادة بنلاقي حكايات بتتروى في شتى البقاع، مع انه اختلاف بعض الجوانب لكن بتتشابه في الكثير منها. كل الشعور بقى او الاختلاف في الاحاسيس بتختلف من انسان لاخر، ونيجي للانسان الامزاغي اللي بدوره وحكايته موروث، وبغياب التدوين والكتابة بقيت الاساطير والقوانين اللي بتسير على الجامعات وتنتقل من الاجداد للابناء، ومن الابناء اللي يتجوزوا يبقوا اباء يوصلوا لابنائهم، وبشكل شفهي حيث بتتجسس هذه الفلكلور الموسيقي أو الحكايات التي ترويها الجدات، وبتتحول لقصص إن هو يتم بإخافة بها الأطفال. وفي القرية التي يعني يتنحدر منها هذه القصص كانت في جنوب المغرب، وكانت بتداول مجموعة من القصص المخيفة اللي كانت بترويها بعض النساء حتى الرجال برضه، وما زالت إلى يومنا هذا بتروى، وممكن تخلي الجسد يقشعر من الخوف. هنتكلم عن حاجة، وأول أسطورة معانا هي بغلة أو بغلة القبور، وتعني باللغة الأمزاغية تسردونوت نسمودول. ومفاد من هذه الحكاية طبعا إن بعض النساء يتم الشك فيهم بين الفينة والأخرى على أنهن يتحولن لبغلة أو بغلة القبور ليلا، والشك عادة بيكون نحو النساء الأرامل، حتى الأسطورة بتقول إن كل ما امرأة خانت زوجها المتوفي في أيام عدتها تنزل عليها اللعنة وتمسخ ليلا لتتحول إلى بغلة أو بغلة القبور، وتجر سلاسل حددية وتقول في المقابر، وتطارد كل سيء حظ حملته الأقدار أو الأقدام إلى السير ليلا. وكانت طبعا بعض الخيالات تؤكد ان عندما كانت طفلة ترقت جارتها اللي هي جدتها ان تسمح لها بالخبرة معها، لسبب لم اتذكره من الحكاية، انها كما روت الخالة ان كان الجميع ذهبوا للنوم وانتصف الليل حتى تسللت تلك المرأة الأرملة وخرجت، مما جعلت الخالة تخاف وتخاف خوف شديد ان المرأة ديت يشهد على سمعتها السيئة، يعني تبقى سمعتها ديت سمعة السيدة دي سيئة جدا، كما انها كمان ارملة وتعيش هي وبنتها فقط ولم تعد الا بعد الفجر. وفي الصباح استيقظت وكانت تشكو انها منهكة وتعاني من التعب، وكما شهدت امرأة اخرى من نفس القرية انها رأت
تحول قريبتها بأم عينها. تلك الحادثة حدثت عندما منتصف الليل، أيقظتها بحجة قضاء حاجتها، بأنه في تلك الفترة يعني البيوت لم تكن مجهزة بمراحيض، فكان الخلاء المكان الوحيد لقضاء حاجة بعيد عن الناس. وعندما همت بلحقها تفاجأت بأن قوامها بدأت تتحول لحوافر بخل، مما جعلها تطلق صيقيها للريح على غفلة منها، وعادت ولم تستيقظ إلا في وقت متأخر بسبب الخوف. طبعا ده أول أسطورة كانت معانا وهي بغلة القبور، وياريت تبقى تعرفني إيه المعنى من الأسطورة ديت، أو إيه اللي شدك في الأسطورة ديت، وهل هي حقيقية أم لأ. طبعا أنا مستني الكومنتات على الأسطورة ديت. وطبعا كان في مثل كده أمزاغي كان بيتقال وانا أسترجون ناكنسيس. طب ايه الترجمة من معنى الكلام ده باللغة بتاعتنا؟ مندق الباب سنطل عليه، ده الترجمة بتاعت الجملة ديت. لو عرفت تفسرها اكتر من كده وانك تفهمها اديني تفسير تاني، تمام؟ لو فهمت ايه من كلمة مندق الباب سنطل عليه، لو فهمت حاجة. نخش بقى على الأسطورة التانية. والأسطورة التانية ديت انتشرت بشتى القصص وشتى الأنواع في كل الدول، سواء عندنا هنا في مصر اتسمت بالنداهة، عندنا في الإمارات ودول الخليج اتسمت بأم الدويس، لكن هنا في المغرب سمت عيشة قنديشة أو بالإمزاغية تقرص. وديت عبارة عن جنية تتجسد في صورة امرأة عجوز أو امرأة جميلة جدا، تتسلى باختطاف الأطفال الصغار ودغدغتهم، أو الرجال الذين يمشون ليلا، أو إفساد طعام الرعاة اللي بيستقرون في المراعي. حيث توجد هذه المراعي بيوت تم بناها منذ القدم من طرف سكان القرية، وكل عيلة تمتلك واحدا من تلك البيوت الطينية، حيث تقسم إلى جزئين، واحد مخصص للراعي وأسرته، أما الفناء الإمامي هو للمعز. وبما أنها تبقى لمدة أشهر عدة فارغة وبعيدة عن القرية، فهي بالتأكيد ستكون مسكونة بالأشباح. شوية الكثير من الرعاة أنها تزعجهم، وخاصة عندما لا يصطحبون معهم أطفالهم أو زوجاتهم لهذا المسكن. شهد أحد الرعاة أنه كانت تتركه حتى ينام، وتأتي لا تزعجه بضربه بروس الماعز أو تفسد إبريق الشاي إذ تملأه بالتراب أو الروس، وعندما يوجده في تلك الحال يقوم بغسله، لكنها في كل مرة تعيد القرة، مما دفعه لمغادرة المكان تماما والعودة للقرية قبل أن تصيبه بالجنون. كما هناك حادثة أخرى قصتها والدة أحد الشهود وقعت في مثل هذه البيوت، إذ أن أحد النساء من القرية في فترة ارتحال الرعاة واستقرارهم في المراعي في فصل الربيع اصطحبها زوجها للراعي هي وأطفالها إلى هذا المكان، وفي غفلة تركت طفلها ذو الأربع سنوات وخرجت لجلب الماء، ولما عادت انشغلت بالقيام بأعمال الطبخ ولم تنتبه لعدم وجود ابنها الصغير، لكن ابنتها انتبهت لذلك وصرخت، مما جعلهم يقولون للبحث عنه في أرجاء الغرف المظلمة ليفاجأوا به في الفناء المخصص للماعز. وعندما سألوه أخبرهم أن امرأة عجوز اصطحبته الغرفة أشار إليها، وأنها كانت تدغدغه وتصوب مرآة لفراجها وتطلب منه النظر إليه. ودي كانت تاني أسطورة معانا، وكانت عيشة قنديشة أو بالإمزاغية تقرص. أسطورة مختلفة تماما، يعني أنت ممكن تسمع باسم النداهة في مصر بقصة مختلفة غير اللي اتحكت، هتلاقيها في دول الخليج أم الدويس اتحكت بطرق مختلفة، في المغرب أيضا اتحكت بطرق أخرى. وده برضو بيفكرني بمثل أمزاغي بيقول كار أغرمان أغتفغون إبلانيكون، ترجمة ايه ده برضو؟ بين الأطلال تخرج الأفاعي. ولو فهمت برضو معنى الترجمة اللي ترجمتها والأسطورة ديت، ياريت توضح برضو لينا لو عجبك وتقول لنا ايه رأيك في الأسطورة ديت، وهل هي حقيقية أم لأ، أو بعض الأحداث تقدر. أنا مستني برضو في التعليقات عن الأسطورة الثانية.
نتكلم بقى عن اخر اسطورة معانا والاسطورة الثالثة، وهي اسطورة محيرة شوية او انا مش فاهمها حبتين لما اتحكت لي وانا بحضر السكريبت ده. ثالث اسطورة وهي معانا علي والقنطرة او علي وقنطرد. الحكاية دي برضو بتضاف للاخرى من حيث الشهرة في القرية، وكانت بتروى برضو للكل من احد الاماكن في القرية ان كونه مسكون، خاصة من بعد فترة الظهر اي العصر، يعني من بعد العصر الظهيرة. المكان ده عبارة عن اراضي زراعية ممتدة وتكسوها اشجار الصفصاف الضخمة واشجار اللوز والجوز، وفيها وادي، وعلى مقربة منه توجد مقبرة، مكان يسمى ضريح او روت، حيث كانت النساء في القدم بتلجأ ليه كطقس من طقوس انقرضت تماما وما بقتش بتمارس. الحكاية ان هناك شبح لرجل قوي البنية يعيش في تلك الحقولة المشجرة، وكل من يحاول احداث الضجة هناك وازعاجه ينزل عليه عقاب، لكن الرواية دي تبقى غير مفهومة زي ما انا وضحت لك. ان هو يخص الشبح علي، لاننا برضو بنسمع تحذيرات من الاهالي عن وجود علي والقنطرة، والرواية الوحيدة اللي تؤكد وجوده هي لرجل في ايام الاستعمار اسكلفه اهله بحراسة اشجار الجوز المتواجدة بكثرة هناك بسبب الجودة بتاعتها في الموسم ده. خشى أصحاب هذه الأشجار من أن تطالها أيادي السراكين، وكلفوه بالمبيت ليلا هناك وحراستها، ولكن ما أن سد الليل ستاره حتى وقف عليه ذلك الشبح قائلا في هيئة رجع أسود: من أتى بك إلى هنا؟ ولسذاجة الشاب فقد أعتقد أنه شخص عادي، فأجابه: أنا هنا لأحرث أشجار الجوز خاصتنا. فنهره بنبرة محذرة: ومتى كنت حارس عليها كل هذه العقود لكي تأتي اليوم وتحرسها؟ قم وارحل قبل أن ترى أشياء لن تعجبك. مما جعل الفتى يغادر المكان دون كلمة، وقد دب فيه الخوف ووقع طريح الفراش مريضا حتى انتهى موسم جني الجوز وتعافى، ولم يقص تلك الحادثة لأحد حتى مرت عليه سنين وأصبح أبا وقصها على أبنائه. وفي الختمة، أنا شخصيا بيصعب علي أحيانا تصديق تلك الحكايات، برغم أن يعني سافرت أو أن أنا ودخلت عمق هذا المجال ووسط ناس كثيرة بشتى الجنسيات وسمعت وشفت وحضرت حاجات، بس برضو بحاول أن أنا أتجنب بعض الأشياء لأن ممكن أشوف حاجات ما تعجبنيش وتأذيني. وبهنا نوصل لختمة الفيديو بتاعنا عن الأساطير الأمزاغية، وياريت يكون عجبك الفيديو. وآخرة الفيديو دوت أحب أوجه بس حاجة باللغة الكردية، دي هتبقى تفسير ليك لو فهمتها، هعمل لك اللي انت عايزه من كأنك من عضو او الفانز موجود في القناة، ولو عرفت تفسرها صح هيبقى في جايزة في الفيديو الجاي بإذن الله. تنجي جان بان فان فاتكو عجتكي كسدو فا شرف بسيط كير عج حد حروت جا اي جا نا سلفا انكو. وطبعا دي ختمة الفيديو بتاعتنا، ولو عرفت تفسر الجمل اللي انا قلتها ديت وعرفت دي ايه بالظبط، ياريت تقول لي في كومنت، واستنونا في الفيديو الجاي، وياريت ما تنساش لايك وشير للفيديو.